ورجعت انضمت لكم مشاهدينا، ورح نتكلم دحين في فقرة طبية. رح نتكلم عن التهاب الكبدي الفيروسي سي. زي ما نحن نعرف انه التهاب الكبد له انواع اي بي وسي، واخطر نوع واخطر فتكا اللي هو التهاب الفيروسي سي. طبعا هو بينتقل عن طريق الدم الملوث، عن طريق الحقن الملوثة، عن طريق العلاقات الجنسية المحرمة. كل هذا الموضوع رح يتكلم معنا دكتور رامي اسماعيل، زميل ابحاث القلب جامعة كلاسكو بريطانيا. صباح الخير دكتور. صباح الخير دكتورة عبير، ربنا يخليك، يسعد صباحك ويسعد صباح كل الشعب العربي. الله يخليك دكتور، تسلم. دكتور، رح نتكلم اليوم فقرتنا الطبية عن التهاب الكبد الفيروسي وعلاقته بالقلب. أول حاجة رح أتكلم فيها معك اللي هو ما هو سبب انتشار اللي هو التهاب الكبد الفيروسي سي. اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فعلا أكثر دول انتشارا في فيروس سي هي الدول العربية وخاصة مصر. مصر أكبر دولة في العالم كله انتشارا لفيروس سي. وزي ما أنت قلتي، الفيروس ده بيصيب في الأساس الكبد، وبينتقل أكثر بنقل الدم، باستخدام الحقن الملوثة، بالناس اللي بتتعاطى مخدرات، بالناس اللي بتنقل دم في مراكز ما فيهاش تعقيم، بواحد بيخلع سنه والالات اللي بيخلع ما فيهاش تعقيم، بواحد بيحلق دقنه ففي دم مثلا، او مكنه الحلاقه بتاعت حد تاني، او واحد بيحلق بموس معين والموس ده كان ملوث قبل كده. المهم ان معظم نقل فيروس سي بيبقى عن طريق الدم. في اساليب تانيه زي ما انت قلتي، بس اكتر حاجه بنركز عليها هي نقل الدم. وفي بعض الحالات 20% في الاخر بنلاقي سبب غير معروف، ان لا نقل دم ولا عمل عمليه ولا حصل حاجه يعني من الحاجات دي. مثلا احد اكل مكان احد ممكن يسبب، لا ما يتنقلش من ناحيه الاكل. نعم. زي فيروس ايه مثلا، فيروس الف يتنقل من ناحيه الاكل. نعم. ومعظم الفيروسات اكتشفوا لها تطعيم، فيروس بي ليه تطعيم، لكن فيروس سي ملوش تطعيم حتى الان، ودي الحاجه الرخمه اللي فيه. وان هو لما بيجي ممكن يجي بدون اعراض في الاول. نعم. يجي باعراض كده خفيفه، ففي معظم الحالات يجي باعراض خفيفه، شويه دوخه، اصفرار بسيط، شويه معدته تقلب عليه، يبقى غثيان، احساس بالترجيع، وجع في العظم، اكن واحد عنده دور برد. نعم. والتعدي بعد كده، وبعد كده يبدا يعرف ان عنده مشكله في الكبد، لما يحصل مثلا عنده تليف في الكبد بعد 10 15 20 سنه. يعني دكتور احنا بنشوف الاعراض بعد اللي هي مثلا الحمى والقي وقله الشهيه، مش لازم تحصل كمان، مش لازم تحصل. متى يعني ممكن يكون بعد مثلا 15 سنه. أوكي. تبتدي تعرض الاعراض هذه دكتور؟ لا لا لا، الاعراض دي لو الاصابه جت اكيوت او اصابه حاده وعملت اعراض. نعم. لكن في بعض الاحيان الفيروس ده فيروس اساسا جاي يقعد العمر كله، بيسموه فيروس مزمن. نعم. وبيقعد مع العيان سنين سنين سنين، ويتم اكتشافه بعد سنين متاخر. ليه؟ نعم. بقى بيكتشفه بعد سنين، لانه ما بيقدرش يعمل حاجه في الكبد في يوميها، الا بقى لو جيب بصوره قويه وعمل فشل في الكبد، فشل حاد. نعم. وده ما بيحصلش قوي مع فيروس سي، بيحصل مع فيروس بي اكتر مثلا، او فيروس ايه اكتر في الاطفال مثلا. لكن مع فيروس سي تلاقي الموضوع مزمن، يبان بعد سنين. ليه بقى؟ يقول لك سبحان الله، ربنا لما خلق الكبد او خلق اي حاجه في الجسم مدينا بزياده. يعني مثلا ربنا اداني 6 لتر دم، ممكن اتبرع بنص لتر، ممكن لتر. نعم. وممكن افقد لحد لتر ونص، 2 لتر، 3 لتر، وافضل عايش. يعني ربنا بقى مديني دم بزياده. ربنا خلق لي كليتين وممكن اعيش بكليه واحده او باقل منها كمان. ربنا خلق لي رئتين وممكن اعيش برئه واحده او باقل منها. ربنا خلق لي قلب بيضرب بقوه قد كده وممكن اعيش بقلب بيضرب بقوه نص القوه دي. ربنا برضه خلق لي الكبد، وهو تقريبا اكبر عضو في الجسم، واكبر يعني مصنع في الجسم، وزنه تقريبا 1500 جرام، لكن اللي شغال منه جزء صغير. فربنا يعمل ايه؟ جزء شغال النهارده، جزء شغال بكره، جزء شغال. فانت مش محتاج الا جزء صغير من الكبد عشان تقدر تعيش، بس انت ربنا مديك احتياطي كبير. فالفيروس يبوظ في الكبد، يبوظ في الكبد، يبوظ في الكبد سنه واثنين وثلاثه واربعه، لحد ما يجي على اخر حته صغيره انا عايش بيها، فتبدا تظهر الاعراض بعد 10 15 سنه. يقول لك ده الراجل ما كانش بيشتكي طول عمره وبدا يشتكي، وقال لك ده كان جاله فيروس وافتكرنا ان هو كان عمل عمليه واتنقل له فيها فيروس من سنه 80 وبانت الاعراض دلوقتي. فسبحان الله، ربنا خلق زي ما احنا قلنا احتياطي في الجسم بزياده، الكبد بزياده. الحاجه بقى اللي عايزين نقولها هي ايه العلاقه التشريحيه بين القلب وبين الكبد، عشان لو هنتكلم عن الاثنين يبقى نعرف ده موجود فين وده موجود فين. تشريحيا لما جسم الانسان بنشوفه من جوه، فين القلب وفين الكبد وايه علاقتهم ببعض، والدم بيعدي من فين لفين، بيجي من هنا لهنا ولا من هنا لتحت. قال لك الحته دي مهمه جدا، دي معلومه مهمه جدا. قال لك رقم واحد، القلب موجود هنا في منتصف الصدر، وجنبيه الرئه اليمين وجنبيه الرئه الشمال، ويفصله عن البطن
قطعه من اللحم كده تسمى الحجاب الحاجز، حته لحمه رقيقه كده زي حته بوفتيك تسمى الحجاب الحاجز، تفصل فوق عن تحت، تفصل الرئتين والقلب فوق عن الكبد والمعده والكليتين والبنكرياس والامعاء والقولون تحت. فمعنى كده ان الكبد بينه وبين القلب مفيش، هو بس الحجاب الحاجز، فالحجاب الحاجز تحتيه موجود الكبد من اول هنا كده لحد هنا، عامل زي المثلث كده. لذلك معظم الام الكبد تيجي في الجنب اليمين اكتر، لكن ممكن تيجي في النص لان هو ليه فص يمين وفص شمال، فالفص الشمال ممكن واصل لحد نص الجسم، اما القلب في نص الجسم، لان ناس كتير فاكره القلب في الشمال، وقلناها قبل كده ان القلب في نص الجسم ويميل الى اليسار قليلا، وعلى يمينه الرئه اليمين وعلى شماله الرئه الشمال، تمام كده؟ قال لك القلب ده بيعمل ايه؟ بيضخ الدم الى كل الجسم، ربنا مقسم القلب من جوه الى نصفين، نص يمين ونص شمال، النص الشمال ده بيضخ الدم الى كل الجسم، يطلع الدم من القلب في شريان كبير كده، الشريان يلف يدي فروع للراس والدراع وينزل يدي فروع للصدر وبعدين ينزل يدي فروع للبطن والرجلين، يخترق الحجاب الحاجز، دم مليان بالاكسجين اللي هو الدم الاحمر اللي احنا بنتغذى بيه. يجي الخلايا بعد كده بقى، خلايا ايدي ورجلي والمخ وكل حته، تاخد الاكسجين يقوم راجع الدم بقى مليان ثاني اكسيد الكربون اللي هو الدم اللي في العروق الزرقاء اللي ورا ده. يحصل ايه بعد كده بقى؟ قال لك الدم اللي في العروق الزرقاء اللي هو مليان ثاني اكسيد الكربون يجي من الرجل ويجي من الايد ويجي من الكبد ويجي من كل حته، يقوم رايح على الناحيه اليمين من القلب، الناحيه اليمين دي تاخده وتزقه وتوديه للرئه، الرئه مليانه اكسجين فيرجع الدم ثاني يتاكسد يبقى مليان اكسجين بدل ما كان مليان ثاني اكسيد الكربون، يقوم راجع ثاني على الناحيه الشمال لونه احمر ومتاكسد تقوم تضخه لونه احمر يقوم يغذي كل الجسم لونه احمر. بس في حاجه عجيبه في الكبد بالذات مش موجوده في اي حاجه ثانيه في الجسم، ايه هي؟ ان الواحد لما بيجي ياكل اي لقمه، اللقمه بتنزل من البلعوم في زوره تنزل على المعده والمعده تهضمها وتطلع عليها عصارات و اتش سي ال وحمض ومش عارف ايه، وبعدين تنزل في الامعاء والمصارين، وبعدين المفروض الاكل اللي اتاخد في الامعاء ده يروح بقى للقلب عشان يوزعه ويغذي الجسم. قال لك لا، اي لقمه باكلها في الامعاء، اكل، ميه، ادويه، مواد كيماويه، مش عارف عقاقير، اي حاجه بتنزل ما ينفعش تعدي على طول على الدم والجسم يروح يوزعها، لا لازم تعدي الاول على الكبد. فأي حاجة باكلها بعد ما تطلع من الأمعاء تطلع على الكبد يفلترها وينقيها، ولو فيها حاجة سامة يكسرها، ولو فيها حاجة زيادة يخزنها، ولو فيها حاجة ناقصة يجيب من المخزون بتاع امبارح، هو مصنع الجسم. وبعدين الدم كله بعد ما بقى فيه الغذاء وبقى فيه كل حاجة متصنعة ومتظبطة يقوم طالع على القلب، القلب ياخده يوديه على الرئتين تملاه أكسجين، يرجع تاني بقى على القلب الناحية الشمال يبقى مليان أكسجين ومليان غذاء يتوزع بقى على كل الجسم. تمام كده؟ فعشان كده هتحصل كتير قوي، دي هنقولها دلوقتي، اعراض متشابهه بين مريض القلب ومريض الكبد. ومريض الكبد. طب دكتور، بس قبل لا نتكلم في الموضوع ده، انه زي ما انت ذكرت انه الكبد هو المسؤول عن تخليص الجسم من السموم، وهو اللي ينقي عندنا زي مثلا اللي بيتعاطوا الكحول اللي بياخذوا سموم، فهذا هو بينقيها الكبد. طيب لما بيحصل التهاب في الفيروس سي، تمام، ايش الاعراض اللي ممكن يعملها مثلا ان هو يحصل ديفكت او خلل في ان هو يسوي الاشياء هذه دكتور؟ برافو عليك. اولا احنا قلنا ان الفيروس لما يجي مش بيقضي على كل الكبد، تمام. طب نفرض انه اصاب جزء معين من الكبد وفي جزء تاني شغال، نعم، عايش مظبوط خالص ولا يجي لي اي حاجه. عشان كده معظم الناس اللي جالهم فيروس سي او اي فيروس في الكبد، اذا ما جاش بطريقه حاده وبوظ الكبد كله، اذا جه بالراحه ما احسش بيه. ليه ما احسش بيه؟ يعني ممكن الكبد يؤدي وظيفته عادي، عادي بالجزء حتى وجود تلف بسيط. بالظبط. ليه بقى؟ لان زي ما قلت لك احنا ما عايشين بكليه واحده، عايشين بكليتين، مع ان ممكن نعيش بكليه واحده، فكذلك عايشين بكبد قد كده، مع ان احنا ممكن نعيش بحته قد كده 70 جرام، نعم، والكبد وزنه 1500 جرام واحنا ممكن نعيش ب 70 جرام، فالفيروس قاعد يبوظ جرام و2 و100 و200 و500 و700 و800 لحد ما يجي على اخر 70 جرام يبدا يبان الاعراض، لكن انا يكفيني حته كبد قد كده عشان اقدر اعيش بيها، فبالتالي مش هحس بالاعراض الا لو جه على كل الكبد. وتفضل، ربنا جعل كل شيء بزياده. نعم. طب دكتور، ما هي كرم بني ادم في الموضوع ده، وقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، انه ربنا اداله احتياطي في الجسم اكتر مما يحتاج، والا كان جالي الفيروس يبوظ الكبد، كنت شربت سجاره تبوظ الرئه، كنت مش عارف جالي جلطه في القلب اموت خالص، كان مش عارف جالي ايه في العظم اتفرتك، لا، ربنا عامل بزياده. الكلى اعيش بكليه واحده مع انه مديني اثنين، الكبد اعيش بربع فص مع انه مديني فصين كبار 1500 جرام وانا ممكن اعيش ب 70 جرام، الرئتين كبار قوي ممكن اعيش بفص واحد، القلب بيضخ بكفاءه 100% وانا ممكن اعيش ب 50% او 40% او 30%. فهمت؟ طب دكتور، ما هي الاعراض المشابهه بين مريض القلب ومريض الكبد؟ تمام، دي بقى اللي كنا عايزين نقولها، مهمه جدا، لان في حاجات كتير هتحصل العيان ممكن يكون سامعها دلوقتي قدامنا في الحلقه، يبقى عارف ان الاعراض دي جايه من دي ولا من دي. قال لك رقم واحد، الكبد بيبان فيه اعراض
لما يبدأ فعلا 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 ما يقدرش يؤدي وظائفه. واحد اهم وظائف الكبد غير ان هو المصنع بتاع الجسم وبيكسر مش عارف الخلايا الميته وبيكسر السموم وبيخزن الحاجات اللي ناقصه الزياده والحاجات اللي ناقصه يجيب من المخزون القديم، هو مصنع الجسم. غير كده قالك هو بيصنع بعض المواد المفيده جدا في الجسم زي عوامل التجلط، فبالتالي اللي عنده التهاب في الكبد ادى ان الكبد فعلا مش قادر يؤدي وظيفته، ودي بتحصل بقى لما يجيله تليف في الكبد يبدا يحصله نزيف بسهوله، ما تحتاجش حتى تديله اسبرين. مش احنا دايما كمان نقول يا جماعه بعد سن ال 40 لو حد عنده سكر او ضغط او كوليسترول او بيدخن اديله اسبرين عشان يعمل سيوله؟ اهو مريض الكبد اللي عنده تليف في الكبد ما تديلوش ادويه سيوله، لان هو اوريدي عنده سيوله، لان الكبد اللي بيصنع عوامل التجلط مش شغال. ايه ده، هو الكبد بيصنع عوامل تجلط؟ اه، طب ما كده الدم يتجلط. لا، ما هو نفس الكبد بيصنع هيبارين، والهيبارين ده يعمل سيوله في الدم. ايه ده، يعني الكبد بيعمل حاجات تعمل تجلط في الدم وهو بيعمل حاجات تعمل سيوله في الدم؟ قال لك ايوه، وعامل بينهم توازن حتى لا يتجلط الدم قوي فيقف في العروق، وحتى لا يسيل الدم قوي فانزف من كل حته. فمهم جدا جدا، ربنا عامل توازن بين الاثنين في بفضل هذا الكبد الذي خلقه الله، عامل لك الحاجتين الاثنين دول جمال قوي، يعمل لك كواجيليشن فاكتورز او عوامل تجلط، ويعمل لك هيبارين او ماده تعمل سيوله في الدم، والاثنين مظبوطين. والناس حتى تسمع الهيبارين يقول لك ده انا كان عندي جلطه في القلب وادوني حقنه تحت الجلد اللي هي الهيبارين اللي هي تدوب الجلطات. وعرفوها منين؟ عرفوها بالصدفه ان كانوا مره حاطين مستخلص موجود فيه الكبد جنب عينه دم، فعينه الدم كانت جنبها في نفس الميه دي في نفس المستخلص ده، ففضلت سائله طول الليل وما اتجلطتش، فقال لك اه يبقى في ماده بيفرزها الكبد بتخلي فيه سيوله في الدم، فهي دي الهيبارين، وهو نفسه بيعمل عوامل تجلط. عشان كده من اهم الحاجات اللي بقدر اعرف بيها وظائف الكبد باظت خالص ولا لسه شويه، ان انا اعمل تحليل سيوله، ان انا اعمل اي ان ار، ان انا اشوف هل يا ترى السيوله زادت؟ اه، ده الموضوع باظ قوي بقى، ده الكبد باظ لدرجه انه مش عارف يجلط الدم، مخلي الموضوع فيه سيوله جدا. دي الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه ودي مهمه جدا غير موضوع تجلط الدم وسيوله الدم اللي ربنا جعل الكبد سبب فيه، الالبيومين او الزلال. يقول لك دايما لما حد يجي له فشل في الكبد او تليف في الكبد اسال الله يكرمك الزلال في الدم، الالبيومين في الدم. اصل الالبيومين ده الكبد هو اللي بيصنعه، فالالبيومين لما يقل، الالبيومين ده وظيفته ايه؟ عامل زي الزلال موجود جوه الشرايين عشان يخلي الدم جوه الشرايين، ما يخليش الميه والدم اللي جوه الشرايين ده يطلع بره، لازم يفضل شده كده، والا ايه؟ والا الميه تملى الانسجه. عشان كده اللي عنده فشل في الكبد تلاقي ما فيش الالبيومين اللي بيسحب الميه جوه الشرايين، فالميه تنشع من الشرايين فيبدأ عنده تورم في رجله، تورم في بطنه، تلاقي عنده استسقاء. اللي عنده بقى فيروس في الكبد او عنده تليف في الكبد او عنده بالهارسيا او عنده الالبيومين قل قوي 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 لدرجه ينقلوا له يدوا له البيوم بعد كده يملى البطن يحصل له استسقاء، الميه تيجي في الغشاء البريتوني فتعمل الاستسقاء، الميه تيجي في الغشاء بتاع الرئه فتعمل ميه حوالين الرئه، الميه تيجي في الغشاء اللي حوالين القلب، الميه تيجي في الرجل فرجليه تورم. وفي نفس الوقت زي ما حضرتك قلتي في السؤال، ممكن مريض القلب يحصل له الكلام ده، ممكن رجليه تورم. نعم. ويقول لك ده عنده ضعف في عضله القلب. طب ازاي الدكتور او ازاي المريض يقدر يعرف بالاعراض دي؟ يا ترى انا رجلي الاثنين وارمين عشان خاطر الكبد ولا عشان خاطر القلب؟ قال لك اولا لما تتكلم مع حد رجليه وارمه اساله هي رجل واحده ولا الاثنين، لانه لو من الكبد او من القلب هيبقى الرجلين، هو بيأثر على الاثنين. القلب هيرجع المايه في الجسم كله، والكبد هيخلي المايه ما فيش قلب من في الجسم كله، فالرجلين هيورموا. لكن لو لقيت واحد يقول لك بدايه الكلام رجل واحده اللي ورمه، لا يبقى في مشكله في الرجل بس، دي الوريد مثلا مسدود فالدم رايح يجي راجع مش قادر يرجع فبيقوم ينشع في الرجل، جلطه في الوريد فالرجل تورم. لكن ما دام حاجه عامه في الجسم هتعمل عرض عام في الجسم. يقول لك هم ثلاث امراض بس اللي بيعملوا تورم في الرجلين مع بعض، وهو دول الغالبيه. اما ان يكون الكبد مش بيصنع الزلال فالزلال مش قادر يسحب الميه فالميه تنشع في الرجل، او اما انه يكون القلب مش قادر يزق الدم لقدام فبيركنه لورا فالدم يرجع تاني في الكبد ويرجع تاني في الاورده ويرجع تاني في الرجل وفي الايد، مش قادر يضخه، عضله القلب ضعيفه، ضعف في عضله القلب، فشل في عضله القلب، مش قادره تزق الدم فبتركنه وراها، فالدم يتركن في الرئه فالعين ينهج، وبعد كده لما تزيد الدم يتركن في الرجل والايد والبطن فالبطن تورم والبتاع تورم. ودي سهله ان احنا نعرفها، نحلل وظائف الكبد فنعرف انزيمات الكبد عامله ازاي والقلب ومن عامل ازاي، ونحلل او نعمل اشعه موجات صوتيه على القلب فنشوف عضله القلب قويه ولا ضعيفه وهي اللي بترجع الدم. والحاجه الثالثه بقى اللي برضه تورم الرجل غير الكبد والقلب، الكلى. ان يكون القلب ومن شغال وكله تمام، والقلب شغال وكله تمام، بس القلب ومن ده بيتسرب من الكلى، زلال في البول بيتسرب
عشان كده بقول دايما معظم مرضى السكر لازم يعمل تحليل بول عشان يشوف لو عنده زلال في البول ولا لا، لان معظم الناس دي بتبقى رجلها وارمه بسبب زلال البول، وبتستخدم لهم ادويه بسيطه جدا بيسموها عائله الاسي انهبيتور اللي هي الكابتوبريل والراميبريل، الادويه الاسم العلمي بتاعها بتستخدم للضغط، هي نفسها بتمنع الزلال انه ينزل في البول، لان الزلال لما ينزل في البول هينقص في الجسم فبرضه يورم الرجل، يبقى اكننا ما عملناهوش. فحاجه من ثلاثه هي اللي تخلي الواحد رجليه تورم، اما ان الزلال ناقص ما بيتصنعش من الكبد، او اما انه بيتصنع بس بيخرج في الكلى فبينزل في البول، او اما ان كل حاجه تمام بس القلب مش قادر يضخ فبيركن الميه في الرجل، فتلاقي العرض المشابه او المصاحب بين الكبد وبين القلب هو تورم الرجل والاستسقاء. ونقدر نفرق بينهم بحاجه بسيطه، عايزين نعرف بتاعه القلب نعمل موجات صوتيه على القلب نشوف قوه عضله القلب، عايزين نعرف بتاعه الكبد نعمل تحليل البيومن وتحليل انزيمات كبد وتحليل وظائف كبد وبيليروبين وتحليل الصفرة، عايزين نعرف البول نعمل تحليل بول نشوف فيه زلال في البول، ونعمل سونار على البطن نشوف الكليه اخبارها ايه، ونعمل تحليل وظائف كلى. لكن اقصد تيجي من كل اللي احنا بنقوله ده تكتشف حاجه عظيمه جدا، تكتشف ان كل الكلام ده ربنا خلقه في جسم الانسان في تنسيق، واحنا كدكاتره يا دكتور عبير تلاقي ان الواحد لما يبص لها يمكن العام بيبص لها بشكل مرضي واحنا بنبص لها بشكل علمي، لكن لما تيجي تبص لها من بعيد كده تلاقي يا يعني الكبد بيصنع حاجه، والحاجه دي لو زادت عن حدها هتخلي الدم يبقى لازج اكتر، ولو قلت قوي الدم هيسيل اكتر، وفي توازن بين الاثنين، والحاجه دي تفضل في الدم ولو نزلت في البول تختفي من الجسم فكانها ما اتصنعتش، فالفلاتر بتاعه الكلى زي ما بتفلتر بولينا وبتفلتر السموم من الجسم، الفلاتر ضيقه ما تقدرش تفلتر الزلال ده، ربنا عامل حاجات معينه تفلتر، مع ان الدنيا ضلمه جوه في الكلى ولا هي شايفه بتفلتر صوديوم ولا بوتاسيوم ولا بتفلتر زلال ولا بتفلتر سكر ولا بتفلتر مش عارف ايه. حتى يجي عيان السكر مثلا احد الاسئله اللي سالتها يقول لك هو ليه عيان السكر بيخش الحمام كتير يتبول كتير وريقه ينشف؟ يقول لك عشان السكر في الدم زي اي ماده في الدم، الزلال ولا الصوديوم ولا البوتاسيوم ولا السكر ولا الكوليسترول، ليه حد اقصى ما يزيدش عنه. يقول لك لو جيت تعمل تحليل سكر تلاقيه مش عارف من 70 الى 110 مللي جرام لكل 10 سم دم. طول ما هو في الرينج ده الجسم مبسوط، لو زاد بقى بدل ما بقى 70 80 90 100 110 150 160 170 180، اول ما يعدي 180 تبدا الكلى تاخد بالها انه زاد قوي في الجسم، السكر زياده قوي، تقوم تبدا تنزله في البول. يعني الفلاتر موجوده وممكن تنزل سكر بس ما تنزلوش الا لو زاد عن الحد اللي الجسم هيتاذي منه، يقوم لما ينزل السكر في البول يسحب معاه ميه بالخاصيه الاسموزيه، فالراجل يتبول اكتر فيحس ان ريقه ناشف فيشرب اكتر، فيجي لك عين السكر يقول لك انا بحس ان انا بقوم اروح الحمام كتير وريقي ناشف كتير، وده نتيجه زياده السكر في الدم. ولولا ان الكلى عرفت ان السكر عالي عن المعدل ده مكتوب في الكتب 180 مللي جرام لكل 10 سم دم، لو عالي السكر عن كده يبدا ينزل في الكلى. وهي الكلى عرفت منين انه بالرقم ده، وعرفت منين رغم ان الدنيا ضلمه جوه والدم جوه ومفيش حاجه جوه منوره ولا في مثلا زرار بيقول لها يلا نزلي السكر، لا ما تنزليش، لا نزلي الزلال، لا ما تنزليش. سبحان الله، يعني مصنع جوه جسم الانسان يعني يجري ونحن لا ندري. طب دكتور بما انك انت قلت التحاليل اللي احنا نعملها للناس اللي في شك انه موجود التهاب الكبد الفيروسي سي اللي هو قلنا سيوله الدم وزلال، هل في تحاليل ثانيه ممكن نسويها؟ لا ده الكلام ده عشان نعرف وظائف الكبد عامه، لو عايزين نعرف وظائف الكبد اخبارها ايه او في التهاب في الكبد ولا لا بنعمل تحليل الانزيمات. نعم. لكن لو عايزين نطمن اكتر ايه اكتر حاجه ممكن يعملها الفيروس؟ انه يعمل تليف، انهم عاملين موجات صوتيه على البطن، سونار على البطن يورينا الكبد. لكن لو عايزين بقى نعرف التليف او البوظان اللي حصل ده في فيروس سي ولا مفيش فيروس سي، نعمل تحليل فيروس سي شخصيا. طب دكتور بنتكلم دحين عن الوقايه من التهاب الكبد الفيروسي سي، بما انه هو يعتبر اكثر فتكا في التهابات الفيروسيه. صحيح، برافو عليك. قال لك رقم واحد الوقايه منه هو ان احنا نشوف ايه الطرق اللي بتجيبه ونبعد عنها. فقال لك رقم واحد ابعد عن كل الحاجات الملوثه بالدم، ابره متلوثه بالدم، واحد بياخد حقنه مش عارف ايه وساب السرنجه وانت جاي تغطي السرنجه بس عشان تقفلها وترميها قامت شكيت بيها، لدرجه حتى يقول لك لما تيجي تقفل السرنجه ما تمسكش السرنجه كده وتمسك الغطا كده وتقفلهم كده، لا ممكن يشكك وانت بتقفله، لا انت عامل ايه؟ قال لك حط الغطا على الترابيزه ودخل السرنجه فيه نشنها عليه واقفلها بيه كده من غير ما تلمس الابره، حتى كمان عشان تشد الغطا امسكه من الجناب ما تمسكوش من فوق وتضغط عليه ممكن يعدي ويقوم معور لك ايه. التعويره دي نقطه الدم دي هتفرق؟ ممكن تنقل لك فيروس، تنقل لك فيروس بي وفيروس سي وتنقل لك ايدز لو في مشكله. يبقى رقم واحد قال لك نسبه كبيره قوي من اللي بيتعدوا بفيروس سي بيتعدوا اثناء تخطيط الغطا بتاع الابره، مش اثناء الابره، ما انا عارف ان الابره ممنوع ان انا احط بيها، وعارف ان ممنوع استعمل مكنه حلاقه مكان واحد تاني، وعارف ان ممنوع انقل دم الا لو الدم معقم، وعارف ان ممنوع اروح اخلع سنان الا لو الراجل بتاع السنان ودكتور السنان معقم الادوات بتاعته، لا اما هتنقل لي فيروس.
لكن المشكله ان انا جاي اعمل ابره فهم لا، يبقى زي ما قلنا بقى خلي البتاع على اللي غطى على الترابيزه كده وانت ادخل جواه ونشن واقفله، دي رقم واحد. رقم اثنين، اذا تعرضت لخلع اسنان ولا عمليه ولا نقل دم ولا عملت قسطره في القلب ولا عملت اي حاجه ليها علاقه بالدم، عايز تطمئن بعدها اعمل تحليل انزيمات كبد واعمل تحليل فيروس بي وفيروس سي لو كان في خطوره، لكن ما دام المكان معقم خلاص ما تقلقش. وعشان كده بقول دايما الحاجات اللي ليها علاقه بالدم نلجا لها متاخرا. يعني يقول لك مثلا انا عايز اشوف في المعده، طب اعمل سونار على المعده ولا اعمل منظار؟ لا اعمل سونار احسن، سونار من بره والمنظار هدخل جوه وممكن اتعقم، مع انه ممكن يكون متعقم ومش هينقل لي فيروس، بس اذا كنت اقدر اعرف نفس المعلومه من بره احسن. طب قسطره، اعمل قسطره احسن وادخل جوه والدم وممكن يتنقل لي فيروس ما هي معقمه وكل حاجه، ولا ممكن في طريقه ثانيه من غير ما ادخل خالص رسم قلب المجهود مثلا او مسح ذري، دي اسهل. فنحاول نبعد عن الحاجات قدر المستطاع اللي ممكن تشخص الامراض باستعمال الدم، ولو هاخد ابره او اي حاجه تكون حاجه معقمه. واخر حاجه زي ما انت قلتيها العلاقات المحرمه، ودي يمكن سبب انتشار لامراض ثانيه زي الايدز في الدول الاجنبيه، ويمكن حاجه زي كده مش منتشره عندنا بسبب الدين. شفنا بقى، شفت اهميه الالتزام في الامر ده، اهو ده عمل فرق كبير جدا جدا جدا. والحاجه الاخيره بقى اللي عايز اقولها، عدم زياده الاكل. وقلت الكلام ده مره في حلقه اظن يمكن من فتره، قلت ان مره الرسول صلى الله عليه وسلم كان جاله هدايا من ملك مصر، فكان جاله ثلاث هدايا، كان جاله السيده ماريا القبطيه، وكان جاله بفرس او بغله، وكان جاله طبيب. فقابل السيده ماريا القبطيه وتزوجها او انجب منها ابراهيم زي ما انتم كلكم عارفين، وقابل البغله ورد الطبيب، قال له لا حاجه لنا بك فنحن قوم لا ناكل حتى نجوع واذا اكلنا نشبع. وفعلا زياده الاكل هو اللي يخرب الكبد، وزياده الاكل هو اللي يخرب المعده ويعمل كوليسترول، وزياده الاكل هو اللي يخرب الشرايين ويعمل دهون ويعمل جلطات ويعمل ازمه ويعمل مش عارف ودهون في الكبد ووزن زياده وتعب في المفاصل وخشونه ومشاكل في الفقرات ومشاكل في المعده ومشاكل في القلب والشرايين وجلطات في الشرايين القلب وجلطات في الشرايين المخ. كل المعده هي فعلا بيت الامراض، ما بلا ابن ادم وعاء شر من بطن. فالنصيحه الاخرانيه ان سواء مريض الكبد او اي حد سليم، كل كميات صغننه على فترات، ولا انك تاكل كميه كبيره. وانا حاطط نصايح على النت، لو حد دخل على النت كتب دكتور رامي اسماعيل هتلاقي نصايح وحاجات ان شاء الله باذن الله تكون مفيده. دكتور رامي اسماعيل زميل ابحاث القلب جامعه جلاسكو ببريطانيا، اشكر حضورك ويسعد صباحك. متشكر جدا يا علي، يسعد صباح كل العرب والمصريين. طبعا زي ما تكلمنا عن التهاب الكبد الفيروسي، وقد ايش الدكتور قال لنا انه هو جدا بيهتك الكبد، وانتشاره عن طريق الحقن الملوثه، عن طريق الدم الملوث، عن طريق العلاقات الجنسيه المحرمه. والدكتور اعطانا نصائحه بالبعد عن الدم الملوث واستخدام اللي هي زي شفرات الحلاقه الملوثه، والبعد عن كل شيء ملوث، والبعد عن العلاقات الجنسيه المحرمه. هذه كل فقرات الطبيه كانت. يسعد صباحكم، يسعد صباحكم، ويوم سعيد جميل علينا وعليكم يا رب.